ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عاشت منطقة إيت عزة مساء أمس على وقع استنفار أمني كبير وأحداث وصفت بالخطيرة بعدما أقدم عدد من المواطنين على محاصرة أفراد من الدرك الملكي محاولين منعهم من تسجيل مخالفة قانونية في حق أحد سائقي الدراجة النارية، ما خلف حالة من الفوضى والهلع بالمنطقة، وكادت تتطور الأمور لأحداث شغب وعنف لولا تدخل السلطات الأمنية. وحسب مصادر محلية لماروك أخبار يومية، في الحادث وقع حينما جرى توقيف سائق دراجة نارية لتحرير مخالفة ضده بعدما كان يقود دراجته بدون خودة، وهو ما دفع بعدد من المواطنين إلى التدخل لتطبيق شرع اليد وتجمهروا حول دورية الدرك الملكي محاولين تخليص صاحب الدراجة النارية من قبضة رجال الدرك، وهو ما حول مركز إيت عزة إلى فوضى عارمة وعرقلة لحركة السير، حيث تجاوز المتجمهرون أزيد من 100 شخص. وأضافت ذات المصادر أن تجمهر المواطنين ومحاولة تدخل لتخليص سائق الدراجة النارية دفع بدورية الدرك المحاصرة بطلب إمدادات أمنية أخرى للتدخل العاجل قبل حدوث ما لا يحمد عقباه، وهو النداء الذي استنفر كافة مصالح الدرك الملكي التي قامت بإنزال أمني مكثف بالمنطقة لفض التجمهر. وأسفرت الحادثة عن إصابة أحد المواطنين بكسر في رجله بعدما دهسته سيارة من نوع ترانزيت. لتتأجج الأوضاع أكثر، وقام عدد من الشبان بمحاصرة صاحب السيارة والاعتداء عليه بالضرب، وانتهى الأمر بتوقيف أحد المعتدين.